تحية طيبة وأهلا بكم. أتشرف اليوم بضيافتي أطباء عادوا من غزة يحدثونا عن شهاداتهم فيما يتعلق بانهيار الوضع الصحي ومعاناة المصابين والمرضى واستهداف المشافي وتحولها إلى مراكز لإيواء النازحين وتوقف عدد كبير منها عن الخدمة وقلة الأطباء عن الموت بسبب القصف والموت من الجوع وعدم توفر الأدوية. معنا اليوم من إيرلندا استشاري جراحة العظام الدكتور محمد شعلان، ومن أدنبرا رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا واستشاري جراحة التجميل والحروق الدكتور رياض مشارقة. وأيضا سينضم إلينا ضيوف آخرين في حصة اليوم من تكافل. أهلا وسهلا بالجميع، وأبدأ مع حضرتك دكتور رياض مشارقة. شكرا لقبولك الدعوة. كل الشكر والتقدير لك يا أستاذة وجدان ومشاهدينا الكرام. لا أسمع صوتك دكتور رياض، يبدو أنه نعم. تفضل أستاذ، تفضل تفضل دكتور. تسمعيني الآن؟ نعم أسمعك الآن، تفضل. كل الشكر لك ولقناة المغاربية والجمهور الكريم على إتاحة هذه الفرصة للإطلال عليكم. لا أعلم يعني من أين تريدني أن أبدأ. نعم، بداية نحن نريد أن نهنئكم بالسلامة، ويعني بعد رحلتكم إلى قطاع غزة أريد أن أسمع منك عن الأوضاع هناك، كيف تركتم الأطباء في قطاع غزة، ويعني لماذا لم يسمح لكم في البقاء أكثر هناك؟ تفضل سيدي. نعم، بداية اسمحي لي أن نترحم على شهدائنا في قطاع غزة وفي الضفة والقدس. الشهداء في قطاع غزة الآن يعني العدد باستمرار يتزايد، الجرحى يعني أعدادهم فاقت 70,000، وضع لا يمكن وصفه. كل التحية لزملائنا الكوادر الطبية، الأطباء والممرضين والفنيين وحتى الإداريين، حقيقة يقوموا بدور تاريخي يعني سوف يسجل بأحرف من نور. فهم يقدمون ليس فقط الخدمة الطبية، قدموا أرواحهم يعني فداء للجرحى ولدعم شعبهم، فكل التحية لهم. طبعا يعملون في ظروف استثنائية لا يمكن وصفها. هم من 7 شهور الآن تقريبا يعني يعملون دون توقف، فقط يذهبون لأخذ قسط بسيط من الراحة، وأغلب وقتهم يعني في خدمة الجرحى تحديدا. طبعا عندما أقول جرحى لأنه لا يوجد مرضى آخرين لهم المجال أن يتلقوا أي عناية طبية منذ 6 أشهر أو 7 أشهر الآن. العناية الطبية شبه معدومة، فقط بعض النقاط الطبية البسيطة الموجودة في مناطق النازحين. نحن في تجمع الأطباء لنا عدد يعني جيد من هذه النقاط، وبعض المؤسسات الدولية أيضا والجمعيات الخيرية أقامت نقاط طبية، ولكن هذه النقاط الطبية لا تغطي يعني إلا جزء أقل من اليسير من الاحتياج، ولا يوجد فيها لا المواد المخبرية أو صور الأشعة أو غير ذلك من الأشياء الضرورية لتقديم العناية الطبية. زملائنا يعملون في ظروف قاسية، قاسية للغاية صراحة، يعني يقدمون كل ما يستطيعون، ولكن المأساة أكبر من حجمهم وأكبر من حجم دول كبرى حتى لا تستطيع أن تتعامل مع هذا الكم الهائل من الجرحى. المستشفى الوحيد الباقي في قطاع غزة ونحن نتكلم الآن هو المستشفى غزة الأوروبي. كما تعلمين المستشفيات في شمال القطاع تقريبا كلها حيدت الآن شكل جزئي، يعمل بعض المستشفيات تعمل بشكل جزئي. الشفاء وهو العمود الفقري للقطاع الصحي في قطاع غزة حرق وأخرج عن الخدمة بالكامل. المتبقي الآن هو مستشفى غزة الأوروبي وبعض المستشفيات الصغيرة مثل مستشفى يعني شهداء الأقصى ومستشفى أبو يوسف النجار. هذه مستشفيات صغيرة حقيقة، لا تكفي يعني بها غرفة عمليات واحدة أو اثنتين في كل منهما. يوجد مستشفى آخر اسمه المستشفى الكويتي، مستشفى أهلي أيضا يعني موجود فيه غرفة عمليات،
أنت تتكلم عن 1.5 مليون من البشر موجودين في رفح. طبعا الإصابات على مدار الساعة تأتي تباعا لهذا المستشفى الأوروبي اللي نتكلم عنه، فقط 4 غرف عمليات أساسية التي تؤدي الخدمة للمرضى. هذه الغرف طبعا تفتقر لكل شيء تقريبا، تفتقر لمعدات التنظيف أو المواد التنظيف أو التعقيم، تفتقر للمستلزمات الطبية بشكل عام، المواد الطبية الموجودة أو الأجهزة الطبية إما معطلة أو شبه معطلة من كثرة العمل. طبعا قمنا بإحضار جزء كبير من هذه المستلزمات ولكنها تفرغ بشكل سريع جدا لأنه الاحتياج كبير. أيضا المعدات الطبية أو الأجهزة الطبية، لك أن تتخيلي الحجم الهائل من الجرحى. هذه المعدات يعني لها عمر افتراضي انقضى في أسرع وقت، فطبعا لا يوجد إمدادات طبية، لا يوجد تعويض لهذه الأجهزة، لا يوجد صيانة. الأمور كلها حقيقة يعني تقطع القلب، لا يمكن لبشر يعني أن يتخيل أن هذا قد يحصل لأناس أبرياء ليس لهم ذنب إلا أنهم موجودون في تلك البقعة الجغرافية، لم يقترفوا أي ذنب. لكن تتخيلي نحن في مثلا في بريطانيا أو في أوروبا أو في أي مكان، الخدمة الطبية موجودة على مدار الساعة، ورغم ذلك نئن من قلة المواعيد أو أنه المواعيد صحيح. متباعدة أو أنه لا نحصل على موعد للعمل. هؤلاء البشر ليس لهم أي نوع من الخدمة الطبية. 60,000 حامل، لك أن تتخيلي خلال 7 شهور ما هو نوع العناية الطبية التي تلقتها قبل الولادة، وكيف وضعت جنينها، أو يعني ما بأي ظرف وضعت جنينها، وما هي التغذية التي حصلت عليها قبل الولادة أو بعد الولادة أو حتى لجنين للمولود. هذا إذا لم تجهض يعني. حقيقة هذا ما حصل مع كثير من الحالات، وكلها موثقة يعني هناك، وسيأتي اليوم التي تتكشف كثير من الفضائع، كثير من الفضائع التي لا يقبل بها أي إنسان أن تحصل. نعم. الأطفال نعم. هؤلاء اللي أنت ذكرتي، يعني كم منهم حصل على التطعيمات الطبية اللازمة، سواء من الأطفال اللي يعني اللي كانوا من قبل يحتاجوا تلك التطعيمات أو المواليد الجدد. 10,000 مريض من السرطان لم يقدم لهم أي عناية، أو ممكن يعني إذا كانوا محظوظين بقيت بعض يعني الأدوية أو كذا في أحد المراكز حصلوا عليها، لكن مستحيل أن يكونوا تلقوا العناية الطبية اللازمة. يعني وضع حقيقة كارثي. أنت تتكلمي عن يعني أنا يعني أخجل من قول معاقين، ولكن فقدوا أطرافهم، ذوي احتياجات يعني الآن أصبحوا، نتكلم عن تقريبا 5,000 هذول من أحصوا، فقط من أحصوا. أنا أوصف لك الموضوع بشكل عام. نعم، وما تطول دكتور رياض، أرجو أن تبقى معنا سيدي الكريم. أنتقل إلى إيرلندا مع استشاري جراحة العظام الدكتور محمد شعلان. أهلا وسهلا دكتور محمد شعلان، حضرتك من أصول مصرية وذهبت لإجراء عمليات جراحية في قطاع غزة لمدة 2 أسبوع. أنا قرأت ما كتبته، كان مؤثرا. كنت لا تريد أن تخرج من قطاع غزة وتريد أن تساعد الجرحى والمصابين أكثر. ونسألك كما ذكر ضيفنا، يعني أكثر من 5,000 يعني مصاب تعرض الآن لبتر قدميه أو أحد أطرافه، وبالتالي هذا العدد ليس يعني دقيق، لأنه الأيام القادمة سوف يعني تظهر الأرقام الحقيقية، خاصة أنه هذا ما تم إحصاؤه فقط. دكتور محمد، أتشرف باستضافتك معنا وحمدا لله على سلامتك. يعني ماذا تحمل لنا من شهادة بعد عودتك من غزة عن حال الوضع الصحي، عن حال الأطباء، عن المرضى والمصابين؟ تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، حياتي لحضرتك المشاهدين، ورحم الله الشهداء في قطاع غزة، وشفى الله المرضى والجرحى،
هو طبعا بحكم تخصصي يعني هو حضرتك عارفة يعني ان اغلب اصابات الحرب هي حالات عظام وفيها يعني كسور وفيها يعني فقدان في الجلد ويعني كسور مفتوحة بالمعنى الطبي. فعلاج هذه الكسور هو ليس بالأمر السهل لأنها تحتاج إلى يعني إمكانيات معينة، مضادات حيوية معينة. طبعا 90% من المرضى يأتون بكسور مفتوحة وفقدان كبير في الأنسجة والجلد، وده يعني دي مشكلة كبيرة جدا احنا واجهناها هناك. ده بخصوص المرضى او الجرحى اللي هم اتوا الى المستشفى ونحن هناك. بالاضافة الى ذلك وعد على مكتبات خارجية ينتظرون اجراء يعني نحن لا نستطيع احصاء هذا العدد، ولكن في على الاقل 250 مريض في محيط المستشفى الاوروبي يعني يحتاجون الى تدخل جراحي على مثبتات خارجيه. فانت امام تحديين، تحدي علاج الحالات القديمه وعلاج الحالات الحديثه، والحالات الحديثه يعني ياتوا بكميات كما ذكر اخي الدكتور رياض، يعني ياتون على مدار الساعه وياتون مجموعات حسب القصف. الأمر الآخر وهو المهم بالنسبة للعظام هو حماية المريض من تلوث الجروح، ولكن عندما ذهبنا إلى المستشفى الأوروبي هو ملجأ إيواء كبير، يعني المرضى موجودون في غرف متكدسة جدا، مرضى على الأسرة، مرضى على مراتب إسفنجية على الأرض، بالإضافة إلى العائلات موجودة في كل بما أنك مكان. تحدثت سيدي عن كيف تحولت المشافي إلى مراكز لإيواء الهاربين من الحرب، اسمح لي نظهر بعض الفيديوهات اللي صورتها حضرتك داخل المشفى. أريد أن أعرف أي مشفى هذا، هل هو المشفى الأوروبي؟ نعم، هذا هو المستشفى الأوروبي، هو المستشفى الوحيد الذي كما ذكر أخي الدكتور رياض، والمستشفى كما ترين طرقات المستشفى كلها ستائر معلقة يعيش خلفها أسر تخالي، أسر كأنها خيام. هذه ليس هي بس يعني أيه. هي بيت شيت أو يعني كعازل يعني ساتر عن معلق من السقف يستترون به، يعني يعطيهم بعض الخصوصية كما ترين، يعني ينامون على الأرض. فالأمر هناك صعب من ناحية يعني أي طبيب عظام يعني يصاب بالهلع عندما يرى هذا المنظر، لا خوفا على مرضاه، لأن هو احنا بنجري عملية للمريض حتى نعيده إلى حياته الطبيعية، ولكن إذا حدث له تلوث في الجرح احنا أحدثنا له مشكلة ضخمة جدا. تخيلي مرضى ينامون على السلم، على درجات السلم يعني، أو أسر تنام على درجات السلم، وسوف ترين يعني مشاية، يعني معنى هذا أن الشخص هذا عنده مشكلة مزمنة في العظام، يعيشون ليل نهار على درجات السلم، ليس لهم مكان آخر يعيشون فيهم، أو يعني أتوا إلى المستشفى طلبا للأمان وطلبا لمكان توجد فيه بعض الخصوصية كما ترين، يخبزون في أحد أركان المستشفى، لأن هو المستشفى هو المكان الوحيد اللي فيه كهرباء، لا يوجد كهرباء في أي مكان خارج المستشفى. فبالتالي المستشفى ليست هي مستشفى، ولكن هي كل شيء في حياة أهل غزة المستشفى. تقدم لهم كل الخدمات، كما ترين هذا مخيم بعيد عن المستشفى بحوالي كيلو أو كيلو ونصف. المخيم ليس فيه كهرباء ولا إنترنت ولا أي شيء. ولا حتى دكتور محمد، بس سؤالي لك، يعني كم عملية استطعت أن يعني تقوم بإجراءها لجرحى والمصابين في قطاع غزة، وهل سمح لكم بالذهاب إلى مناطق أخرى أم بقيتم في خان يونس؟ لا، هو لم يسمح لنا بالذهاب إلى، أو نحن ليس لدينا الوقت عشان نذهب إلى مكان آخر، لأننا كنا نعمل ليل نهار، يعني نحن رأينا كارثة وصدمنا، فبالتالي كان كل الجهد مركز في إجراء أكبر عدد من العمليات. الحمد لله يعني بمفردي مع فريق طبي كونته من طلبة كلية الطب هناك والتمريض، أجرينا يعني عمليات لحوالي 35 مريض من الحالات الحديثة،
وحوالي 30 مريض من الحالات القديمة. طبعا التعامل مع المرضى كما ذكرت هي ليست حالات عادية، ولكن يعني تحتاجين تثبيت العظام وبناء الأنسجة وتغطية الجلد، هذه عملية مركبة يعني، ويقوم بها يعني طبيب واحد وتحتاج إلى فترات طويلة للشفاء حقيقة يعني وتحتاج لعدد كبير من التخصصات. دكتور اسمح لي، دكتور محمد سوف أعود لك، اسمح لي أن أذهب إلى غزة الآن، معي من هناك طالبة الطب المتطوعة في مشفى غزة الأوروبي لينا أبو هين. أهلا وسهلا بك لينا، شكرا لقبولك الدعوة. أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة. أهلا بك، أنت أيضا طبيبة تداوين الجروح، وتحدث عنك كثيرا الدكتور محمد شعلان، نشكره لأنه عرفنا عليك. حدثينا عن واقع عملكم، يعني كيف تستطيعون في ظل نقص الأدوية، في ظل انقطاع التيار الكهربائي، عدم وجود أبسط الآليات لعلاج الناس، كيف تعملون في ظل كل هذا الوضع المتدهور في الصحة في غير؟ أشكر دكتور محمد شعلان الحديث عني. في البداية أنا لينا أبو هين طالب الطب من الجامعة الإسلامية، كان من المفترض أن أكون قد أنهيت المستوى الرابع في كلية الطب، ولكن منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر توقفت الدراسة وتدمرت جميع مباني الجامعات في قطاع غزة، وبطبيعة الحال كان القدر أن أصبح نازحة في مستشفى غزة الأوروبي. ومنذ ذلك اليوم وأنا متطوعة في المستشفى أساهم في خدمة المرضى ما شاء الله عليك والتخفيف عن معاناتهم في ضوء نقص الكوادر الطبية. بالنسبة للأحوال في المستشفى، فمن الناحية الطبية هناك نقص كبير في الكوادر الطبية وفي الأدوية والمعدات الطبية والأسرة. فمثلا عندما تأتي إصابة أو حالة مستعجلة للطوارئ، ليست بسهولة أن نجد سرير فارغ للمريض، وأيضا غرف العمليات ممتلئة بشكل دائم لدرجة أنه لا يوجد فرصة للمرضى الذين يحتاجون عمليات عاجلة، أقصد عمليات جراحية ليست إصابة حرب. هؤلاء المرضى ينتظرون إجراء عملياتهم إلى أجل غير مسمى، وكل هذا الوقت يعيش البعض على المسكنات والبعض الآخر لا يجد المسكنات أصلا بعد دون الأدوية، ويعانون معاناة كبيرة. أما من الناحية الاجتماعية، فوضع المستشفى منذ شهور عديدة مرت، والمستشفى مليئة بالنازحين، ومع اقتراب اجتياح رفح تزداد أعداد النازحين يوما بعد يوم. الخيام في كل مكان، في الطرقات، على مداخل الأقسام، حتى في مراكز العناية المكثفة. نعم، واعذرينا هنا دكتورة لينا، يعني دعيني أتوقف عند مسألة تعاملكم يعني مع المرضى والجرحى والمصابين، يعني في ظل هذه الفوضى داخل المستشفيات، يعني كيف تعملون؟ ليست بسهولة. عندما تأتي إصابات كثيرة إلى قسم الطوارئ مثلا، لا يكون جميع الأطباء في قسم الطوارئ، لأن هناك نقص كبير كما قلت في الكوادر الطبية. مثلا طبيب واحد يعمل 24 ساعة، ليس بإمكان هذا الطبيب أن يبقى هذه 24 ساعة في قسم الطوارئ، لأنه يذهب للراحة إلى ما ذلك. فليست يعني ما في أدوية، ما في دائما أطباء. طبعا بصعوبة تامة يتم التعامل مع هذه الإصابات. نعم، لينا سؤالي لك، يعني ما هو رأيك بالوفود الطبية التي تأتي إلى غزة رغم الكثير من المخاطر التي ربما يتعرضون لها؟ أنت تعلمين جيدا بأنه لا شيء آمن في قطاع غزة، حتى الكثير من يعني المقرات الأممية تم استهدافها. بالتأكيد رغم المخاطر التي يتعرض لها الأطباء، هم يتركون بيوتهم ويتركون عملهم ويأتون هنا إلى غزة، يخاطرون بحياتهم لأجل خدمة المرضى هنا في قطاع غزة. هذه الوفود تفيد كثيرا، تسهل على الدكاترة، تأخذ عنهم حمل كبير من العمليات ومن الإصابات اللي بتيجي. فمشكورين هم، إحنا نشكر جميع الوفود وجميع الأطباء اللي بيجوا هنا على قطاع غزة لخدمة المرضى. نعم، جزيل الشكر لك لينا أبو هين طالبة الطب المتطوعة في مستشفى غزة الأوروبي. أكيد الحديث بقية. عودة لحضرتك دكتور رياض مشارقة، يعني أسألك فعلا، يعني وأنتم تستعدون لدخول قطاع غزة، يعني
هل كنتم تخشون بأنه يعني قد تتعرضون لاستهداف مباشر، خاصة أنه يعني المستشفيات تم استهدافها، أطباء تم اعتقالهم والتحقيق معهم والتعامل معهم بإهانة، فهل كنتم تتوقعون أن يحدث شيء ما قد يضر بكم؟ طبعا كما أسلف الزملاء وكما ذكرت سيدتي الفاضلة، لا أحد آمن في قطاع غزة، الكل مستهدف والكل معرض. طبعا يعني هذا كان قرار شخصي لكل إنسان يريد أن يذهب في هذه الوفود. نحن نسير وفود تقريبا كل أسبوعين، هذا والوفد اللي كنت فيه كان الوفد الرابع، الآن الوفد الخامس أنهى عمله ونحن نحضر للوفد السادس. الكل يعلم خطورة الوضع في غزة، ولكن نعلم مدى الاحتياج الشديد لمساعدة الطواقم الطبية المحلية التي لها كل التحية والإجلال على الجهود التي تقوم بها. كما رأيت دكتورة لينا عفوا، يعني هي نموذج لطلبة الطب في غزة، كان معنا في قسم التجميل تقريبا 6 أو 7 من الطلاب، القسم قائم عليهم تقريبا، هم يعني يقوم بمتابعة هؤلاء المرضى، يقوم بإجراء الغيارات لهم، هم من يساعدون في العمليات، هم من يجلب الحالات ويقوموا بحجزها، يقومون بدور كبير. فهؤلاء الشباب الصغار الذين يضحون أيضا بحياتهم من أجل مرضاهم، نحن الأحرى أن نكون معهم، هم جزء منا ونحن جزء منهم. قدر لنا أن نعيش في الخارج وأن نكون في سعة ورغد وأمان من العيش، والآن يجب أن نؤدي ضريبة بسيطة من نعم. من علمنا. دكتور رياض، نتحدث عن آليات الدخول لقطاع غزة، يعني نحن كإعلاميين نتواصل مع أطباء في كل دول العالم وتحديدا في الدول الأوروبية والمغاربية، وهم يرغبون وحلم أن يذهبوا إلى قطاع غزة لمساعدة الأطباء في قطاع غزة، ومع ذلك هناك عراقيل على ما يبدو، بحيث يعني المطلوب كثير، حجم المأساة كبيرة، وبالتالي حسب ما قالت لينا أنه في نقص في الكوادر الطبية، لماذا لا يتم العمل على إدخال أعداد أكبر من الأطباء في لقطاع غزة لمساندة الأطقم الطبية هناك؟ صحيح، يعني صحيح ما ذكرته صحيح، ولكن لعلك انتبهتي أنا لما قلت أنه مستشفى غزة الأوروبي لا فقط 4 غرف عمليات كبيرة وغرفة صغيرة يعني لبعض الإجراءات يستخدمها للعيون، وأظن أنه يوجد غرفة لا أعرف مكانها حقيقة لجراحة الأعصاب، يبدو أنها كانت في طابق مختلف. فأعداد الأطباء الموجودين كانوا يفوقوا طاقة هذه الغرف، المشكلة في الإمكانيات وليس في أعداد الأطباء فقط. يعني في فترة من الفترات كان هناك عدد كبير جدا من الأطباء. حقيقة وجود الأطباء كما ذكرت لينا جيد ويدعم الطواقم الطبية، ولكن أحيانا وجودهم بأعداد كبيرة يسبب إرباك للطواقم الطبية، خصوصا لا يوجد طريقة لاستيعاب كل هؤلاء الطواقم الطبية حتى يشتغلوا. طبعا كما ذكر الزملاء، المستشفى معبأ عن آخره بالنازحين. حاولنا جاهدين أن نستحدث غرف عمليات، ولكن طبعا صدمنا بواقع انه ليس فقط انه هذه الاماكن كلها معبأة بالنازحين، ايضا المعدات الطبيه غير متوفره، غرف العمليات يعني تحتاج لطاولات عمليات، لانوار، تحتاج لاجهزه تخدير، مستلزمات كثيره وهي غير متوفره بالوضع الحالي. ما يدخل مع الوفود الطبيه كميات بسيطه من المستلزمات والادويه الضروريه جدا، ولا تقارن بحجم الاحتياج. كما تعلمين الحصار مطبق من 17 عام من الأساس، والآن يعني من 7 شهور شبه معدوم، يعني دخول قليل جدا عبر المؤسسات الدولية، إمدادات بسيطة جدا جدا. فقضية دخول الطواقم الطبية أولا في البداية لم يكن لها غير مسموح لها بالدخول مطلقا، وبعد الضغوط الدولية
أغرق القطاع بالوفود الطبية بحيث أربكت العمل يعني داخل القطاع، وأصبح من يعني تنافس شديد بين الأطباء حتى يؤدوا الخدمة. كل يرغب كما ذكرت، كل نطلع على تواصل من الزملاء في كل مكان، كلهم يرغبون. نحاول تنظيم وترتيب الأمور على الأرض حتى نستوعب هؤلاء الزملاء مستقبلا عبر إنشاء مستشفيات ميدانية. نوجه نداءات للمؤسسات الدولية أن يساعد في رعاية مستشفيات ميدانية، لأنه بإمكانك أن تقيم مستشفى ولكنه سوف يقصف من الاحتلال. حالات يعني نعرض الطواقم الطبية والمرضى لخطر كبير إذا تصرفنا بدون أي تنسيق مع المؤسسات الدولية حتى يحصلوا على الأذونات اللازمة. فالأمر معقد جدا، والضحية طبعا هم شعبنا يعني الصابر الملكوم في غزة. نعم. اسمح لي أعود للدكتور محمد شعلان. عذرا دكتور محمد طولنا عليك شوي، ولكن مهم أن نسمع هذه الشهادات. ربما بعض الأمور اللي كتبتها حضرتك بأنه كنت تتمنى أن تبقى هناك ولا يعني تعود وأن تعالج الناس بشكل مباشر، ماذا يحتاجون؟ يعني أكيد أنت شاهدت الوضع داخل المشافي، المشافي التي بقيت، يعني جل المشافي أو المستشفيات في قطاع غزة تم تدميرها وخارجة عن الخدمة. كطبيب وجراح عظام تحديدا، وهذا التخصص يحتاجه أهالي غزة بشكل كبير، ما هو المطلوب فعله يعني العمل على إرسال أو المساعدة في إرسال أطباء وأيضا معدات على الرغم من صعوبة وصولها؟ يعني نحن نعرف هناك عراقيل كثيرة في عملية الوصول، وتحتاج المسألة إلى موافقات، وقد يستغرق ذلك وقت طويل. برأيك ومن خلال هذه الزيارة إلى قطاع غزة، ما المطلوب الآن؟ والله هو المطلوب طبعا لحجم الكارثة الصحية في قطاع غزة تفوق يعني إمكانيات دول كاملة، وليس قطاع صغير محاصر كما ذكر الدكتور رياض، ولكن يعني يحتاجون دعم دولي لإنشاء مستشفيات أخرى، لأن هو يعني 4 غرف عمليات وغرفة لجراحة الأعصاب، 5 غرف عمليات تخدم قطاع كبير جدا، يعني الناس المكتظين في رفح حوالي 1.5 مليون، وفي بقية القطاع 1 مليون آخر. المستشفيات الأخرى الموجودة حوالين المستشفى الأوروبي مستشفيات صغيرة لا تصلح لإجراء عمليات كبرى، وبالتالي كل الإصابات الكبيرة تأتي إلى المستشفى الأوروبي. فهو المطلوب يعني واجب على المجتمع الدولي أن يقوم بإنشاء مستشفيات تخدم المرضى بحجم المستشفى الأوروبي أو أكبر. كما ذكر الدكتور رياض، يعني احنا اول اسبوع كان عددنا معقول وكنا نعمل بتنسيق كبير لانجاز اكبر عدد، لكن اتى علينا وفود اخرى فاصبح عدد الاطباء كبير، فبعض الاطباء يعني لا يجد وقت اصلا للدخول الى غرفه العمليات. ولذلك يعني انا تحدثت مع الطاقم الطبي هناك وقلت لهم ان سوف نعمل ليل نهار، نحن في رمضان يعني سوف ننام ساعات قليله فعلا. نعم نحن غادرنا القطاع لكن ما زالت أعيننا هناك يعني نتابع مرضان، يعني أنا يأتيني تقريبا على شبه يوم مرضاي بخصوص التئام جروحهم، بخصوص تقدمهم، النصائح الأخرى، لأن أنت إحنا هنا المريض يعني بعد ما ننتهي من العملية بنضع خطة علاج له بعد العملية، لكن هناك لا يوجد يعني توثيق لخطة العلاج بعد العملية، وبالتالي نعتمد على التعليمات الشفهية للدكتورة لينا وزملائها، يعني هم يقومون بدور كبير ليس في العمليات فقط ولكن في متابعة المرضى، لأن إحنا في الآخر هناك يعني غرباء يعني لا نعرف مداخل مستشفيات وكده، وكانوا هم يعني زي عيوننا التي نرى بها هناك يعني. فالقطاع الصحي هناك يعني يحتاج إلى مواد صحية بكل أنواعها، يعني خاصة حاجات العظام كما ذكرت هي معادن وأحجامها كبيرة، أسعارها غالية جدا، بالتالي يعني تحتاج إلى منظمات كبيرة، تحتاج إلى دول تدعم هذا الأمر. الأمر الآخر هو كيفية إدخال هذه الأغراض من هنا. أنا أعيش في أيرلندا، يعني يأتيني أحيانا بعض الدعم أو أحيانا أشتري أدوات من الهند، ولكن الإشكالية في كيفية دخولها إلى مصر من مطار القاهرة،
يعني تعتبر كاستيراد الى مصر او تصدير الى مصر، تحتاج اجراءات روتينيه كبيره جدا. يعني شخص واحد يعني يعجز عن التعامل مع مثل هذه الامور. الامر الاخر هو عبور هذه الاغراض من مصر الى قطاع غزه، ايضا تحتاج الى تنسيق وجهود كبيره جدا. بالتالي يعني نحتاج الى دعم دولي، نحتاج الى دعم مؤسساتي، دعم الحكومات. يعني الحكومات لها دور كبير جدا في هذا المجال لتسهيل دخول الوفود، لتسهيل دخول التجهيزات الطبية. نعم. يعني التجهيزات الطبية في الأخير يعني هي تخدم مرضى هم محاصرون من 17 عام كما ذكر الدكتور رياض. نعم. فبالتالي تحتاج جهود كبيرة. نعم. اسمح لي سيد الكريم أنتقل إلى لندن، معي أخصائي جراحة المريء والمعدة وأستاذ في قسم الجراحة في مستشفى يونيفرسيتي كوليدج لندن الجامعية الدكتور خالد دواس. أهلا ومرحبا بك سيد الكريم، شكرا لوجودك معنا وحمد الله على سلامتك بعد العودة من غزة. ماذا تخبرنا عن هذه الرحلة؟ ماذا تحمل معك ربما من أماني لم تتحقق من مطالب لأطباء غزة الأطقم الطبية هناك؟ تفضل سيدي. شكرا لك. أنا قضيت أسبوعين تقريبا في المنطقة الوسطى في مستشفى شهداء الأقصى التي تقع في دير البلح. دير البلح منطقة صغيرة ولكن حاليا هي مركز النزوح من مخيمات النصيرات والبريج والزوايدة والمغازي التي هي حاليا للأسف تتلقى كم هائل من القصف الإسرائيلي. لذلك كنا نستقبل المرضى من هذه المناطق وكمان أيضا من المناطق في خان يونس التي تضررت بعد، بالذات بعد ما مستشفى ناصر ومجمع ناصر الطبي دمر تماما. هذه كانت ثاني زيارة لي، زرت غزة في شهر يناير وديسمبر الماضي، ولذلك كان عندي فرصة أنه أقارن بين أحوال الناس والمستشفيات والقطاع عامة بين هذه الفترتين. الملاحظ جدا أنه الازدحام زاد طبعا في المناطق الجنوبية، في المستشفيات الازدحام زاد. مستشفى الأقصى عادة المستشفى يحتوي على قرابة 200 سرير منهم أو 170 سرير منهم 40 سرير للولادة، وحاليا في 700 مرضى. معظم المرضى مصابون من الحر. في عدد صغير ولكن عدد ملاحظ حاليا من المرضى، مرضى السرطان إلى آخره، الذين لا توجد لهم الوسيلة للعلاج لأن في غزة حاليا الأولوية الكاملة لمصابين لإنقاذ الحياة. نعم مع الأسف طبعا. دكتور خالد، يعني ونحن نتحدث عن دخولكم إلى قطاع غزة، يعني دائما هناك من يخشى ويخاف من أنه يتم المساس به لا سمح الله، أو يتم قصف أو استهداف المكان الذي يعمل به أو يجري به هذه العمليات. هل يعني تم التعهد لكم بعدم المساس بسلامتكم أم أنه خاطرتم بحياتكم؟ المخاطرة موجودة لا شك، وأي أحد إن كان طبيب أو غير طبيب ينوي الدخول إلى غزة يجب عليه التقبل أنه في مخاطرة، ولكن طبعا في تنسيق بين الجمعيات اللي دخلت مع جمعية اسمها Medical for Palestinians والInternational Rescue Commission Committee، جمعيات بريطانية وأمريكية. نعم. وفي نوع من يعني التأكيد من الجهات الإسرائيلية أنهم هم على علم بوجودنا في قطاع غزة. وطبعا دخول غزة حاليا هو بتنسيق إسرائيلي مع الجهات المصرية. فوجودنا في غزة كان طبعا في خطورة، ولكن نحن كنا يعني كمجموعة متقبلين أنه في خطورة. وجودنا في المستشفى يقلل من هذه الخطورة، ولكن نحن مثلا في مستشفى الأقصى في يناير المستشفى استهدفت بقذيفة دخلت جدار المستشفى، ولذلك اضطررنا للبقاء خارج المستشفى لآخر يومين من زيارتنا في شهر واحد. نعم. اسمح لي دكتور خالد، سوف أعود لك. أذهب إلى غزة مع لينا أبو هين، عادت لنا تريد أن تقول لنا كلمة. تفضلي لينا، الكلمة لك. لينا تسمعيني؟ تفضلي حبيبتي. تمام أسمعك. أريد يعني أن أوصل رسالتي لجميع أحرار العالم باسمي وباسم جميع طلاب الطب في قطاع غزة.
بعد أن كنا طلاب طب نعيش أفضل أيامنا وننقش أجمل ذكريات في جامعاتنا خلال فترة التدرب في المستشفيات. نحن الآن نعيش أكثر أيامنا سوءا، توقفت الدراسة ولا نعرف متى سنكمل دراستنا للطب وأين سنكمل الدراسة. هل ستقبلنا إحدى الجامعات خارج غزة ونحقق حلمنا ونكمل دراسة الطب؟ وكم هي تكاليف السفر والتكاليف المادية لإكمال الدراسة بالخارج؟ لقد خسرنا عام دراسي من عمرنا ونخاف من استمرار الحرب وأن يضيع علينا عام دراسي آخر. كل ثانية نتساءل بقلب مكتوم، هل مكتوب علينا أن نعيش شبابنا في الحروب؟ هل من العدل أن تضيع سنوات حياتنا ونحن عالقون في غزة ننتظر المجهول ولا ندري متى سنحقق حلمنا بإكمال دراسة الطب؟ ولكن رغم ضيق الوضع المادي وسوء الأحوال والمستقبل المجهول لي كطالب الطب، إلا أني لازلت أحتفظ ببعض الأمل، لازلنا نحتفظ بابتسامتنا لأن المساعدة ستأتي والخير قادم. لدي أمل كبير أن أكمل دراستي وأحقق حلمي لأصبح طبيبة تخدم المجتمع بإذن الله. حبيبتي نتمنى لك كل التوفيق وديري بالك على حالك، وكلمات مؤثرة حقيقة، وإن شاء الله تصلي إلى هذا الحلم قريبا. شكرا لك لينا أبو هين، طالبة طب متطوعة في مشفى غزة الأوروبي. شكرا جزيلا حبيبتي. أعود لك دكتور رياض، اليوم طولنا عليكم بس شهاداتكم مهمة ومهمة جدا، يعني بالإضافة للحديث عن ما أصاب مشافي غزة، تدمير كل لعدد كبير منها، خروجها عن الخدمة، تعرض أطباء غزة إلى الاعتقال والمساءلة، أمور كثيرة، حتى سيارات الإسعاف تم استهدافها، هناك مصير مجهول لعدد كبير من الأطقم الطبية. في ظل كل هذا الوضع المتأزم، هناك تلوث في المياه، مياه الشرب، مع الاكتظاظ في مراكز الإيواء، يعني أيضا هناك مشكلة النفايات اليوم ومشكلة الجثث المرمية في الشوارع وتحت الأنقاض. هل تنذر كل هذه المشكلات بكارثة بيئية برأيك؟ هذا فعلا صحيح، ويعني أظن أنه هذا ضمن خطة الاحتلال لجعل غزة منطقة غير صالحة للحياة. يعني لك أن تتخيلي أكوام النفايات التي الآن موجودة في غزة، كما تذكرتي الجثث التي تحت الردم وتتحلل جزئيا أو تحللت، نقص شديد المياه الصالحة للشرب. أظن أنه جزء كبير من أهل غزة يشرب المياه المالحة، أو يعني إذا حصل أن كررت بشكل يعني غير كامل، نسميها يعني جزء مالحة جزئيا، وهي ليست حقيقة مياه صالحة للشرب. أيضا يعني قضية الصرف الصحي وما تعانيه طبعا محطات الصرف الصحي من قلة الوقود لتصريف هذه المياه الصرف، يعني عبارة عن مآسي معقدة ومركبة وهي مستمرة وتتصاعد. وأظن أن ذلك بشكل مقصود حتى فعلا يتحول القطاع لمنطقة غير قابلة للحياة. معاناة لها أوجه كثيرة، وما ذكرته هي وجه من هذه المعاناة. لعله يعني يمكن فاتنا أن نذكر لك موضوع أيضا بنفس الأهمية، ممكن مررنا عليه مرور الكرام، ممكن يتذكر أخي خالد وأخي دكتور شعلان، إنه كثير من المرضى يعانون من الالتهابات، يعانون من الالتهابات ويعانون من قلة التئام الجروح، وهذا أيضا مردود لسوء التغذية الذي يعيشه قطاع غزة بشكل عام والمرضى بشكل خاص. نعم، يعني من لم يقتل بسبب القصف يقتل بسبب الجوع أو المرض لعدم وجود دواء. وهنا أريد أن أسألك دكتور بعجالة حتى أتمكن من العودة لضيوفي لأن الوقت يداهمنا، حضرتك أيضا متخصص في موضوع الحروق، ونحن تابعنا من خلال العديد من الفيديوهات اللي جاءتنا يعني حجم الحروق اللي الغير يعني لا يقبلها عقل ولا يعني بشر، ولا حتى الأطباء ذكروا في أكثر من لقاء بأنه
هذه الحروق شديدة ومن الصعب علاجها، والأسلحة التي استخدمت في قصف هؤلاء اللي حرقوا مع الأسف يعني جديدة نوعا ما. أريد أن أفهم منك عن هذه الحروق، هل هي بسبب أسلحة محرمة دوليا، الفوسفور الأبيض؟ هل ممكن أن تعطينا معلومات أكثر حول هذه الحروق سيدي؟ سيدتي الفاضلة، سواء هذه الأسلحة كانت محرمة أو غير محرمة، هناك يعني معاناة كبيرة وفتك كبير بأهالي القطاع بشتى الأوجه. كما أنت تفضلتي، فعلا حالات كثيرة من الحروق، يصعب الحكم على يعني على طريقة حصول هذه الحرق، أو هل هذا السلاح كان سلاح اعتيادي أو غير اعتيادي. سمعنا من بعض الزملاء أنه كان تصل جثث يعني كربونية ومتفحت بطريقة غريبة، مما يدل على أنه قد تكون استخدم أشياء غريبة. حقيقة هؤلاء لم يصلوا للمستشفيات، كانوا يعني يتوفاهم الله يعني قبل أن يصلوا، لكن ما وصل للمستشفيات أيضا كان حروق فظيعة، خصوصا في الأطفال. يعني صغار، ممكن لا يعني لا أعلم إذا تابعتم، أنا وقفت على 4 أطفال، أحدهم وصل يعني بعد ما وصل تقريبا توفى مباشرة، وثلاث من الأطفال في خلال أقل من أسبوع توفوا، رغم أنه جزء من هؤلاء الأطفال لم تكن حروق بليغة. طبعا هذا قد يكون مرده لاستنشاق غازات من هذه الحروق، قد يكون أشياء غير معروفة، لا أحد يستطيع أن يعلم يقينا ما الذي يحصل. ولكن كما يعلم الجميع أن مرضى الحروق خصوصا يحتاجون لرعاية طبية خاصة، يحتاجون لغيارات مستمرة، يحتاجون لأنواع من الأدوية، ويحتاجون للدعم الغذائي والمكملات الغذائية، هذا كله غير موجود. أيضا حتى المعدات التي كنا يعني نحتاجها لتقديم الرعاية لهؤلاء المرضى، كلها معدات مهترئة وغير صالحة، لا تستطيع أن العنايات المركزة، لعله أحد الزملاء ذكر لك قبل، أو أظن لينا ذكر، لا يوجد عناية مركزة حقيقية أو غرف عناية مبتلية بنازحين وأجهزة يعني بسيطة الموجودة فيها، يصعب متابعة المريض وإعطاء الأهمية والعلاج الكامل. شكرا دكتور رياض. أذهب للدكتور محمد شعلان، وكلمة أخيرة دكتور محمد، يعني هل يعني ترجو العودة مجددا إلى قطاع غزة أم انتهت مهمتك؟ والله حقيقة نحن لم نغادر غزة، يعني احنا جسديا، أما قلوبنا هناك. ومنذ عودتي يعني إلى إيرلندا، وأنا تحدثت إلى المستشفى أنني أريد العودة إلى قطاع غزة مرة أخرى، وأجري ترتيبات للذهاب إلى هناك مرة أخرى، أحاول يعني أن أجد بعض الدعم من سواء من إيرلندا هنا أو من بعض المنظمات لإدخال الأغراض التي معي الطبية، ولكن بلا شك يعني سوف أعود إلى هناك مرة أخرى أيا كانت المخاطر. يعني أنا أعمل في هذا الفيلد، هذا المجال من 2010، سافرنا إلى مختلف الدول الإفريقية، ولكن غزة لها طابع خاص، يعني هم يحتاج إلى كل المساعدة. يعني المريض في إفريقيا هو مشكلته المال، يعني أو يعني لا توجد خدمة صحية في محيطه، ولكن إذا سافر يجد خدمة صحية، لكن في غزة أين يذهبون؟ خصوصا يعني مرضى كثيرين يحتاجون إلى عمليات كبيرة مركبة. الأمر الآخر، يعني نحن يعني أنا أريد يعني أن أضع زي سيستم لعلاج المرضى حديث الإصابات بصورة مباشرة، وأن المريض يعني يدخل عمليات مرة واحدة، لأنه المريض ليس له إلا فرصة واحدة للدخول إلى العمليات. فأنا أريد يعني أن أرثي هذا المبدأ هناك، وهي يعني طريقة ناجحة، الحمد لله كل مرضاي بصورة جيدة، وأنا أشعر فعلا أذهب إلى سواء إلى أفريقيا أو ذهبت إلى غزة، أشعر أن يد الله قبل أيدينا فعلا. شكرا. يعني إحنا عمليات صعبة، لو أجريت في مستشفيات كبيرة هنا يعني تحتاج إلى جهد كبير، أدوات كبيرة، ولكن نحن نجري عمليات بأدوات بسيطة. اسمح لي أعود للدكتور خالد دواس. دكتور خالد، معلش يعني كنا نتمنى أن تكون معنا اليوم في الاستوديو، حضرتك موجود في لندن، ولكن أكيد الأيام القادمة ستكون معنا بإذن الله. يعني بعض المرضى المصابين من حالفهم الحظ في الخروج من قطاع غزة لعلاج خارج غزة في بعض الدول العربية والغربية، وأتساءل هنا برأيك ما هو دور
دور الأطباء. يعني شاهدنا الكثير من الوقفات الاحتجاجية في أمريكا في دول غربية وعربية لأطباء يعني يريدون إيقاف هذه الحرب، وشعارهم أنه استمرار هذه المعارك وهذا القصف لن يجعل عملية إنقاذ الأرواح سهلا. رأيك بذلك، وما هو الدور المطلوب اليوم منكم كأطباء سيدي؟ تفضل. أدوار في هذه الحرب. الدور الأول اللي هو الدور كأطباء وجراحين، مثل ما يعني تفضل إخوتي اليوم في المقابلة. الدور الثاني هو توثيق ما يحصل في غزة، إنه وجود الصحفيين في غزة حاليا، وجود الصحفيين الفلسطينيين في غزة هذا شيء مهم جدا، ولكن نحن كمان لنا دور توثيق وإيصال الرسالة للجماهير الخارجية بالذات في بريطانيا في من خلال مجال عملنا، ولنا مصداقية زائدة كوننا بريطانيين أو إيرلنديين إلى آخره. والدور الثالث دور معنوي. معظم الناس اللي قابلتهم من إن كانوا جرحى أو كانوا أقارب الجرحى وجدوا أو يعني لقوا وجودنا في مستشفيات غزة أو في غزة في قطاع غزة شيء معنويا يرفع المعنويات بالنسبة لهم. فلذلك وجودنا في غزة كحملة سفر جوازات سفر أجنبية وكأجانب عايشين في أوروبا شيء مهم جدا في إحساس الانعزال في عدم وجود الكهرباء والتلفزيون إلى آخره. فأنا في رأيي أن ثلاث أدوار مهمين بالنسبة. نعم نعم دكتور خالد، يعني ماذا تنصح؟ هناك عدد كبير من الأطباء يود أن يذهب إلى قطاع غزة للمساهمة في والمساعدة في إنقاذ الأرواح وإجراء العمليات، خاصة مع نقص الأطقم الطبية. ما هي النصيحة الآن؟ ضيوفنا أرسلوا رسائل مهمة بأنه المشكلة هي في إيجاد مستشفيات ميدانية آمنة، وفي ظل هذه المعارك ليس من السهل إنشاء مشافي، والمشافي اليوم كما تعلم حتى اللي بقيت يعني مليئة بالنازحين. نعم، المستشفيات الميدانية لها دور، ولكن أنا شخصيا أرى أنه المحافظة على المباني والمستشفيات الحالية في قطاع غزة هو أهم من وجود الميدانية. المستشفى الميدانية لها دور، ولها دور يمكن محدود لأنه الموارد المتوفرة في المستشفى الميدانية يمكن محدودة إلى حد ما. دور الأطباء ودور ويعني وجود أو وجود اهتمام الأطباء، طبعا في حاجة ملحة وحاجة كبيرة للأطباء، في أطباء كثيرون في غزة وفي جميع المجالات، ولكن هم بحاجة لنوع من السند، لأنهم صار لهم 7 أشهر بيشتغلوا بدون أي إجازة أو أي راحة، وهذا مهم جدا. فطبعا أنا أشجع الأطباء، ولكل طبيب متخصص له دور. حاليا الأولوية للجراحة، وهذا شيء مفهوم يعني لا شك فيه، ولكن في المستقبل التخصصات الثانية برضو لها دور مهم جدا. نعم. والمأساة الصحية لن تنتهي حتى بعد أن تقف الحرب سيدي الكريم، يعني غزة تحتاج إلى يعني أطقم طبية وأطباء متخصصين في كافة المجالات حتى في الجانب النفسي، أليس كذلك؟ مضبوط، هو النجاب النفسي ولسند الأطباء الحقيقة يعني الممتازين في غزة حاليا محتاجين دعم نفسي ودعم جسدي كذلك. نعم. فأشجع الأطباء التسجيل مع الهيئات اللي لها المقدرة على الدخول إلى غزة حاليا. أظن يعني المجهود الشخصي جيد، ولكن نحن محتاجون نكون نجهد الجهد المتوحد للدخول إلى غزة، وليكون العمل له دور مؤثر. نعم. وضروري تسهيل دخول الأطباء بالدرجة الأولى وكل ما تحتاجه المشافي. جزيل الشكر لحضرتك دكتور خالد دواس، أخصائي جراحة المريء والمعدة، كنت معنا من لندن. الشكر موصول إلى استشاري جراحة العظام الدكتور محمد شعلان من إيرلندا، شكرا جزيلا لك. أكيد الحديث بقية، ومن أدنبرا أشكر رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا
واستشاري جراحة التجميل والحروق الدكتور رياض المشارقة. شكرا لكم ونتشرف بوجودكم معنا اليوم، وأكيد نبقى على تواصل. مشاهدينا أشكر حسن المتابعة، نحبكم بلا حدود، إلى اللقاء.